كتير مع حضراتكم في نهارك سعيد، بنتكلم عن الآثار وعن الاكتشافات الأثرية وعن آثار مصر الكتيرة والمناطق الأثرية الكتيرة، لكن النهاردة هنتكلم عن موضوع مختلف وأعتقد ممكن يهم ناس كتير، وهو التنقيب عن الآثار. إيه هي أهم الأدوات اللي بتستخدم في التنقيب؟ المصريين مستواهم إيه في العالم في التنقيب عن الآثار؟ إيه الطريقة اللي بتتبع؟ هل الآثار بتستخرج إزاي؟ إزاي بيتم الحفاظ عليها؟ الحاجات دي كلها موضوع أعتقد اللي هو شيق، أنا بالنسبة لي عن نفسي شيق اللي أنا أعرفه. هيكون معانا النهاردة دكتور محمد يوسف مدير عام بوزارة الآثار، وهيكلمنا عن كل ده وأكتر. نهارك سعيد يا فندم. نهارك سعيد، اهلا وسهلا فيك. يعني متهيألي ده موضوع اعتقد ان هو شيق جدا، ان احنا نعرف طريقه التنقيب عن الاثار بتتم ازاي. فخلينا نعرف كده، احنا في مصر تحديدا امتى ابتدى يدخل المصريين في التنقيب عن الاثار؟ يعني احنا عارفين في بعثات دايما اجنبيه طول الوقت، امتى دخل المصريين؟ طبعا موضوع التنقيب عن الاثار او احنا ازاي بنطلع الاثار المصريه من الارض ده موضوع مهم جدا، لان دايما احنا نقول احنا اكتشفنا كذا بس أي. الناس ما بتعرفش احنا عملنا ده ازاي. ده نو هاو بالظبط. طبعا الحقيقه في بدايه قبل ما يبقى في حاجه اسمها علم اثار وعلم التنقيب، كان اللي بيجوا مصر معظمهم ما نقدرش نقول عليهم اثريين، لكن هم كانوا منقبين او باحثين او لصوص اثار اجانب. ده البداية كانت. المصريين طول عمرهم عايشين في الفترة اللي أنا بتكلم فيها في القرن 18 مثلا وبداية القرن 19، كانوا عايشين مع الأثار حوالين المقابر في المعابد، ما كانوش مدركين أهمية ده إيه بالنسبة لهم، أو حتى لو لقى حاجة هيعمل بها إيه. لكن لما ابتدى الأثار المصرية تاخد شهرة بره، وابتدى مولين يمولوا ناس أجانب عشان تيجي مصر يحفروا، وابتدى دول ييجوا بمنطق لصوص الأثار، اللي هو كان بيجي مثلا في منطقة جبلية ويبتدي يعمل ممر طولي بعمق معين ويمشي لغايه ما يصطدم بمقبره او يصطدم باي حاجه ويبتدي ينقب ويلاقي الاثر بتاعه. ده من غير بقى اي استشعار عن بعد ولا اي حاجه، او مثلا حاجات متطوره او اجهزه متطوره؟ نهائيا نهائيا. الفتره دي كانت فتره ان هو عايز يلاقي مثلا تمثال، عايز يلاقي ذهب، عايز يلاقي حاجات معينه ياخدها بره في المتاحف بره، او الناس اللي عندهم اللي بنسميه برايفت كوليكشن، اللي هم ناس بيقتنوا الاثار المصريه هناك. ده كان بعيد عن التعاون مع الدوله، يعني الدوله ما تعرفش عنه حاجه. حضرتك بتقول بمنطق الاثار في الفتره دي كانت ما هيش من اهتمامات الدولة، لأن ما حتى ما فيش حاجة اسمها وزارة آثار. تقريبا كنا نقول ده في وقت كام تقريبا؟ يعني في بداية القرن 18 بتكلم، نص 18. طبعا بعد كده ابتدى يجي علماء من بره، ناس نقدر نسميهم علماء مصريات، اسماء كتيره زي ماريتو، ده حد مهم جدا وهو اول واحد ينادي بان الاثار المصريه لا يجب انها تطلع بره، لان ده بيجتزئ. ده فرنساوي؟ بالظبط، بيجتزئها من سياقها. بعد كده عالم اثار اسمه بيتري. الناس دول هم اللي اسسوا لما يسمى حاليا علم الاثار المصريه او علم التنقيب وعلم الحفاير على اسس علميه. ابتدى ده منين؟ بيتري من انجلترا. ده قبل هوارد كارتر قبلهم طبعا. قبل الناس دي كلها. هوارد كارتر ده برضو كان حد مهم جدا كأثري، اللي هو اكتشف توت عنخ امون. يعني حظه الكويس ان هو اكتشف، لكن هو في الاساس برضو اثري كويس، يعني نشوف الرسومات اللي كان بيرسمها للحاجات اللي بس قبلها كان في ناس حطت الاصول او الاساس مظبوط كتير جدا. طبعا ظهر اثريين مصريين بعد كده، مثلا زي يوسف باشا كمال، زي سليم حسن. ابتدى يبقى في اسماء مصريين زي الدكتور احمد فخري، دول من اهم المصريين اللي دخلوا مجال الاثار المصريه وابتدوا ينقبوا. سليم حسن ليه اكتشافات عظيمه طبعا جدا، ودي كتب عظيمه. يا جماعه انا بدعوكم كل حد مصري لازم يقتني كتب سليم حسن، يعني دي من الكتب اللي لازم تبقى موجوده في مكتبه كل واحد مصري. ابتدى طبعا علم الاثار خلاص يبقى موجود بقى في كليه الاداب قسم الاثار، بعد كده انشئت كليه الاثار وابتدى علم الاثار يبقى موجود. لكن اتوضع أسس معينة. ما بناش مهتم، يعني لص الأثار أو اللي عايز ياخد حاجة يقتنيها برا أو يبيعها برا كان بيهتم بأشياء معينة. احنا ما بقيناش بنهتم بيها كقطعة فنية، لكن احنا لينا حاجات تانية كتيرة خالص نقدر نهتم بيها، تجمع لنا معلومات عن مين اللي كان عايش هنا، على المجتمع نفسه. عن حضرتك قول لي بقى الطريقة، يعني الحاجات بتيجي ازاي بقى؟ التنقيب ده بيحصل ازاي بداية كده؟ خلينا نتكلم عن العصر الحديث دلوقتي واحنا موجودين. يعني هل بيتم حاجات عن طريق مثلا الأقمار الصناعية، عن طريق ايه؟ ولا حد بيكتشف حاجة فبيقول؟ يعني ازاي بتيجي البروسيس ازاي كلها؟ كل ده موجود. اللي قلتيه حضرتك كل ده موجود، يعني
الأقمار الصناعية بقت تقنية مهمة جدا في علم الآثار، وفي ناس دلوقتي متخصصين في حاجة بنسميها الساتلايت ايمج، يعني بتتاخد الصور من الأقمار الصناعية بتدي لي شكل مجسم للأثر اللي موجود، فببتدي أروح المكان وابتدي أزوم لغاية ما أوصل للمكان اللي أنا هشتغل فيه. بعد كده في أجهزة، جهاز مثلا اسمه جيورادار، الجيورادار ده بدل ما أنا أشتغل في مكان مثلا مساحته 2000 متر، فبعمل مسح بالجيرادار ده بيقدر يقول لي الاثر اللي انا هشتغل فيه فين، مش لازم هو ايه، بس بيقدر يدي لي الفراغات والصخور الموجوده وهكذا، بحيث ان انا اقدر اوصل للمكان واشتغل، اوفر وقت واوفر جهد كبير جدا. في الحفاير اللي هنشوف اجزاء من الصور بتاعتها، انا جايب صوره جهاز مهم جدا اسمه تريمبل ار 8، ده جهاز مهم جدا. احنا طبعا كل الاجهزه دي بتخترع لحاجات تانية غير الاثار، لكن بيطورها هو الجهاز ده. ده جهاز مهم جدا، يعني هو بسيط جدا، وزنه مش كبير، حوالي كيلو ونص، ده صغير صغير ولكن امكانيات جباره بيعمل جدا. ايه بقى يا دكتور؟ الجهاز ده يقدر يعرف لي الطبقات الموجوده تحت الارض، الاثر الموجود على قد ومتصل ايه، متصل بالكمبيوتر او باقمار باللابتوب. صناعيه، ثلاث اقمار صناعيه، القمر الروسي والقمر الامريكي وقمر تاني، متصل بجهاز كمبيوتر من غير أسلاك خالص، يعني عن طريق البلوتوث، بيقدر يعمل لي قراءات صحيحة جدا للأعماق الموجودة، الطبقات الموجودة عندي، ويحللها ويقول لي هي مكونة من إيه، ده حجر جيني، ده حجر رملي، ده جرانيت وهكذا، وبيبتدي يعمل لي قراءات. بعد كده بعمل حاجة اسمها خريطة طوبوغرافية زي الصورة اللي احنا شايفينها دي، المقبرة اللي احنا شغالين فيها مثلا في منطقة اللشت، قدرنا نعمل عن منطقة طريق ايه يا فندم؟ منطقة اللشت فين دي؟ دي تبع للعياط، المفروض انها كانت عاصمه مصر في الدوله الوسطى، في الجيزه. في الجيزه مظبوط. ده تصور نهائي للمقبره اللي احنا هنكتشفها بيبقى شكلها ايه، برضو عن طريق القراءات اللي اديها لي الجهاز، القياسات اللي كان فيه احد فريق العمل بتاخدها، بيقدر يعمل لي الانكلينيشن او الانحناءات بتاعه الحوائط بتاعه الارضيه، الارتفاعات المتوقعه ممكن تبقى قد ايه، الشكل العام والشكل النهائي ونوع الارض، ايه بالظبط، الطبقات دي عباره عن ايه، عشان تعرف انت هتستخدم الات عامله مظبوط. ازاي. عندي طبقة رملة قد ايه، عندي بعد كده حجر جيري شكله ايه، عندي الصخور اللي معمولة، المقبرة اللي احنا شغالين فيها واللي احنا شايفينها دي مقبرة صخرية. المقابر الصخرية، يعني معظم المقابر في مصر مقابر صخرية، لكن كان في معظمها يعني ان الجزء اللي تحت بس، يعني بئر الدفن تبقى في الصخر وباقي بيبقى بيتبني فوق، لكن المقبرة الصخرية هي المقبرة المبنية من اولها لاخرها داخل الصخر. ده موضوع شاق جدا، طبعا شاق. وبالنسبة لهم هم ازاي كان يقدر يخش في المناطق الصخرية دي الصعبة، ازاي كان بيعمل الحجرات، ازاي كان بيعمل السقف، ازاي يعمل الأعمدة، في ازاي بعد الصخر. كده بالظبط. وكانوا بيستخدموا ايه وقتها يا دكتور؟ الأحجار اللي موجودة، اللي هو الحجر أصلب من الحجر اللي موجود يعني وبعد كده طبعا في معادن استخدمت في بعض الفترات. احنا لقينا أدوات زي المقبرة دي، لقينا أداة من الأدوات، حجر، يعني الحجر الجيري، هنجيب حجر اقوى منه مثلا عشان اقدر اعمل له يعني ما عمليه نحت. بتجيبوش فاس وبتاع وحاجات من دي، لا، في فؤوس كتيره تلاقيت جدا، بس يعني الصخور الى هل حد ما ادوات التنقيب هي نفس ادوات الحفر العاديه، ولا فيما يخص الاثار بيبقى في ادوات معينه؟ اقول لحضرتك، احنا في الاول طبعا بالجهاز ده وبغيره من الاجهزه المسحيه احنا بنعمل عمليه حاجه بنسميها المسح الاثري. المسح الاثري ده في طرق يدويه ليه، وفي اجهزه مبسطه زي مثلا جي بي اس او توتال ستيشن، الجهاز اللي احنا قلنا عليه اللي هو تريمبل ده بيعمل لي بقى شغل اكثر. خلصت مرحلة المسح الأثري اللي هو أنا قدرت أعرف الطبقات اللي أنا موجود فيها، عمق الأثر هيبقى موجود على قد إيه، نوع الحجر، هل الحجر صلب ولا هيحتاج مني ان انا اعمل ترميم لما الاقي المقبره، كل ده بقدر اعرفه. يعني المنظر اللي احنا شايفينه ده منظر المقبره الصخريه، هو عامل نحت في الصخر للممر، بعد كده صاله رئيسيه، وبعد كده المقصورات اللي موجوده، كل ده موجود في التبه اللي هي فوق التبه الجبليه دي، ده جوه الصخر. بعد كده ببتدي بقى شغلي كشغل عادي جدا، شغل الإيه بقى؟ العمال اللي هو العامل بالفاس وبالغلق وبيشيل. والعمال اللي بيشتغلوا بيبقوا عمال عاديين، عمال عمال حفر عاديين يعني، غالبا ولا ناس متخصصة؟ هم اشهر عمال مدربين، هم العمال بيجوا من مكان اسمه افط. افط دي في محافظة هنا، العمال دول لهم شهرة عالمية جدا في كل بجد. الأماكن، كل البعثات بتجيبهم ومدربهم علماء آثار قدام، الله. فابتدت الأجيال بتاعتهم متوارثة حتى هذه اللحظة. افط في هنا، في
تخطئنا. فالاجانب لازم يبقى حد معاهم من الناس دول. احنا هنا مثلا الصوره دي الرمله اللي بتطلع من الابار بتتغربل كلها. الغربله دي مهمه جدا عشان الاقي الحاجات الصغيره حتى الحاجات الحديثه. دي صوره بتورينا العمال الشغل اللي هو الطبيعي جدا بيحط الحاجات على الـ على على بنسميها براويطه دي في شغل الحفاير او بالغلاء لو المكان بعيد بيحطه على البتاع ويفضل يجر لغايه ما مكان احنا مختارين ويرمي فيه الـ 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 الرمله. بعد كده طبعا حضرتك شايف الصوره دي كل حاجه بنلاقيها بتاخد رقم حفاير وبتتغلف تغليف معين وبتتحط في صناديق. كل صندوق او كوليكشن بيبقى خاص مثلا بالحاجات بتاعته. مظبوط. كله بيتقيد ويتغلف. اللي قاعدين دول بيرسموا النقوش اللي موجوده في كل قطعه. مقاساتها بتتاخد، الحاجه بتاعتها بتبقى موجوده والنقش اللي عليها يترسم. وبعد كده كل الداتا دي تتاخد. دول دي حاجه اسمها اواني كانوبيه لقيناها في منطقه الليشت الاحشاء. بالظبط. اللي هي بتتحط فيها الاحشاء بتاعت المتوفى قبل الموميفيكيشن، كل الحاجات القابله للتعفن بيشيلها. ونبتدي نعمل حاجه مهمه جدا برضو اللي هي التصوير الفوتوغرافي. ده ايه ده، هرم سقاره اللي ورا ده؟ لا ده دهشور. دهشور دي منطقه دهشور. ده الهرم اسمه الهرم المنحني موجود في دهشور. والهرم الاحمر فيه ثلاث اهرامات موجودين في منطقه دهشور، لان البير ده كنا لقيناه في منطقه دهشور. بعد كده بنبتدي نركب لو القطع مفككه. ودي الوان طبيعيه. دي الوان طبيعيه. دي الوان طبيعيه. يعني اللون حاجه لسه طبعا فريش كده كانه لسه متلون يعني. طبعا دي الصيغه اللي بتبقى موجوده على الاواني الكانوبيه. واسم السيده، هي سيده عموما اللي كانت صاحبه المقبره. دي فخار مثلا، احنا بتكلم على الحاجات العلميه. الفخار من الحاجات المهمه جدا، والعظم من الحاجات المهمه جدا في شغلنا. يعني لازم نجمع كل اللي من العظم سواء حيوانات سواء ادميه. والفخار الفخار بيقدر يعرفني العصر اللي موجوده فيه المقبره ازاي. في متخصصين طبعا في الفخار بيبقوا موجودين. مش الاثري بس اللي موجود في الموقع، في اثريين متخصصين في الفخار بيقدر يرسم الفخاره ويقدر يعرف من شكلها ومن الزخرفه الموجوده عليها، من طريقتها، من استخدامها، كل ده بمعلومات معينه وبطريقه معينه في التصنيف الفخار بيقدر يعرف بالظبط الفخاره دي تنتمي لانهي عصر. الفخار اللي كانت معروضه دي مثلا من العصر اليوناني الروماني، مع ان احنا بنتكلم في منطقه في الدوله الوسطى. فده يدي لي معلومه تانية خالص ان في اكتيفيتي او في نشاط في المكان ده، تبادل تجاري او في تبادل. لا ما هو العيوناني الروماني كان موجودين في مصر. اقصد كان في ناس عايشه في المنطقه دي لغايه العصر اليوناني الروماني. يعني المنطقه فضلت ممتده وفيها انشطه وفيها حياه لغايه الفتره دي. العظم برضو مهم جدا في دراستنا، نقدر نعرف منه الطبقه الاجتماعيه اللي كانت موجوده، ناس اغنياء ولا فقراء. الشغل من العظم. من العظم ازاي ده بقى؟ يعني مثلا صباع من الاصابع اللي احنا لقيناها بعد التحليل، احنا كنا جايبين حد متخصص في العظم، هي من المانيا، وقدرنا نعرف من الصوابع ان الشخص ده كان شغال اما عامل نسيج او عازف، لان صباع معين من اصبعته كان فيه اجهاد معين بشكل معين ما بيحصلش غير في المهنتين دول. فبيدلنا نقدر الأجنة اللي موجودة أو الأطفال اللي موجودة، ده بيدلنا إيحاء إن دي جماعات مستقرة، ما هياش جماعات ماتت عن طريق ظروف طارئة في حرب أو في مرض ما فدفنوا بشكل عشوائي. لا، لما نلاقي مجموعات أسرية بمعنى عائلة يعني سن معين وفي أطفال وفي أجنة وفي ده، كل ده بيدلنا إيحاء لا دي كانت جماعات مستقرة. موضوع العامل ده اللي بيشتغل بصباع معين سواء عازف أو عامل نسيج، حد بيشيل على كتفه بنقدر نعرف من العظم والانحناءه، مات في سن قد إيه. الكلام ده كله بيدلنا مجملا الطبقات الاجتماعية المختلفة اللي كانت عايشة. بالإضافة بقى لصاحب المقبرة، صاحب المقبرة بنبص على مساحة المقبرة بتاعته، بنبص على المناظر الموجودة، بنبص على ألقابه الرسومات. على الألقاب بتاعته ده مهم جدا. هو كان شغال إيه؟ واخد بال حضرتك؟ بتتلقى فين بقى يعني مثلا في مكان في لوحه زي دي معينة. فوق خالص في جزء هو مش باين في اللوحه دي يعني قوي. بيقول لنا ان هو كان امير او قائد عام للجيش.
صاحب المقبره اللي احنا موجوده على الجدران ولا موجوده في مخصوص موجوده معين او مكان يعني معين. احنا مثلا بنلاقي قطع المقبره حصل عليها سطو في فترات كبيره كتيره جدا. برضو كان لازم نعرف امتى السطو ده حصل. يعني لقينا حائط من الطوب اللبن قال لنا ان في ده اسمه ريتيننج وول او تدعيم بيبقى موجود عملوه اللصوص عشان ما ينهارش الرمله، وحصل دفنات في عصور لاحقه. يعني المقبره حصل عليها سطو قديم جدا وحصل عليها سطو جديد. يعني لقينا عملات معدنيه من سنة 90، لقينا ورقة جرايد، لقينا عمل معمول اللي هو عمل ناس وعمل الواحد. العمال طبعا فضلوا يهللوا ورفضوا ان احنا ناخد العمل ده، لازم نذوبه في مية ونحرقه. أيوة صح، حتى جايب صورته عندنا. اللعنة تستمر ولا حاجة. مظبوط. فكل ده بيقول لنا امتى حصل سطو على المقبرة دي في العصور الحديثة، بأهمية ان احنا نغربل ونشوف كل حاجة. يبقى في النهاية انا عندي داتا كاملة عن صح. صاحب المقبره من خلال الروماتيريال او اللي هو بيسميها المواد الخام اللي مستخدمها في المقتنيات بتاعته. مش لازم انا الاقي تمثال كامل، لا، انا ممكن الاقي قطعه صغيره جدا من الجرانيت، ممكن الاقي قطعه صغيره من العقيق. كل ده الماتيريال ده بيقول لي الشخص ده درجه ثرائه ايه. يعني درجه ثرائه هو كان غني ولا كان شخص عادي، فعامل كل الحاجه بتاعته من الحجر البسيط الضعيف. في تصنيفات لدرجة صلابة المعادن عندنا، مقياس اسمه مو مثلا بالنسبة لعالم ألماني هو اللي اخترع الصلابة حسب صلابة، فبندي له ترقيم في الصلابة الحجر بتاعه. بعد كده بالنسبة لمقاييسه في الثروة، سواء هو جاي منين، من محجر فين المكان ده. يعني في محاجر بيتمشيلها مثلا حوالي 70 كيلو عشان يوصل للنهر من المحجر. وبعد كده يعني مثلا لو عايز يجيب جرانيت بيمشي 70 كيلو لغاية النيل. هم كانوا بيمشوا طبعا في معاهم في وسائل بيشيل في حاجات كتيرة. يعني بعد كده يوصل للنيل. بس العمال اللي بنوا المعابد دي كلها والهرم والحاجات دي كلها، كلهم عمال مصريين؟ طبعا كان مصريين، عشان في ناس بيقعدوا يقولوا لا جنسيتهم ما كانتش مصرية لا يعني الشيء الحازم في ده، الشيء اللي يحسم ده، المقابر العمال اللي تلاقيت في الهرم هم كلهم مدفونين على الطريقة المصرية. يعني أنا لو مش مصري هتبع في طريقة دفن ديانتي أو أسلوبي في من بلد يعني بس آخر. اللي كان بيدفن في المقابر المصرية هم المصريين. لا، حتى المقابر اللي احنا موجودينها هو مدفون على الطريقة المصرية، اتجاه تبع الديانة المصرية. يتحنط مصري يعني؟ لا، ما يقدرش يتحنط لأنه راجل فقير. التحنيط ده مش ليه هو. يعني مش من الفقراء، ما كانوش بيتحنطوا الفقراء كده. ومع ذلك دي مفارقة، إن احنا لقينا أجسادهم وما لقيناش أجساد الناس اللي اتحنطوا. بالمناسبة يعني الناس اللي اتحنطوا اتسرقت مقابرهم وكمان جثثهم، انما العمال احنا لقيناهم، لقينا جثث العمال موجودة. فاقصد اتجاهه، يعني متجه ازاي المقبرة بتاعته، العناصر المعمارية اللي موجودة في المقبرة، كل ده بتقول لنا ان هو مصري. دلوقتي في تحليلات نقدر نشوف العمال دول متجانسين كقرايب او مش قرايب، عايشين ازاي، الكلام ده كله بيقول لنا لا دول مصريين. يعني العلم دلوقتي اتطور، فممكن من قطع صغيرة أو من بوستر معين أو الحاجات دي كلها تعرفوا معلومات كتير جدا عن العصر والحياة بتاعت الناس دي. ده أهم حاجة، فكرة إن يبقى الأثر اللي شغال هو كويس جدا لكل شيء موجود عنده في الحفاية. يفرق إيه الأثري المصري عن الأثري الأجنبي؟ هو في الإمكانيات. يعني الجهاز الترامبل R8 ما فيش حد في مصر يقدر يستخدمه، على الأقل في مجال الأثار. يعني ممكن يبقى في مجال المساحة. عشان ما عندناش الجهاز ولا عشان أولا الجهاز غالي جدا، عايز لازم نتدرب عليه عشان يشتغل عليه الأثريين، لأن زي ما قلت لحضرتك الأجهزة دي بتبقى لأعمال مساحية أو أي whatever يعني، بس إحنا بنطوعها في علم الأثار، وبالتالي محتاج لتدريب. مساحية بس. الفلوس هم بيجوا بتمويلات ضخمة وتمويلات مهمة، يقدر يجيب كم كبير جدا من العمال، يقدر يعمل. طب ايه الميزه اللي في المنقب المصري مش موجوده في الاجنبي؟ نقدر نقول في عمليه البحث، يعني حاليا دلوقتي في علم الاثار اللي بيسموه السوشيال اركيولوجي، يعني علم الاثار الاجتماعي، يقدر المصري يبقى اكثر افاده في من الاجانب لغياب الكالتشر عنده هو. انا كثقافه مصري، انا مثلا من ارياف او من صعيد او عندي عادات من الاقصر. بالظبط، من الأقصر، من حيث المنبع نفسه بتاع الآثار. مظبوط. فده ده
ده اقدر استرجع طفولتي واقدر اشوف حاجات كتيره جدا كنا احنا بنعملها، هي نفسها اللي احنا بنلاقيها في المقابر، وهي نفسها اللي بنلاقيها في المناظر، واقدر اتفاهم ده واقدر اشرحه بمفهومي انا كمصري. انا عكس عندي كلام كتير كان بيتقال انه ان في كتير قوي اثار بتبقوا عارفين مكانها ومحددين مكانها بس ما بتطلعوهاش. ايه اللي بتقرروا تطلعوه من تحت الارض وايه اللي بتقرروا تسيبوه شويه؟ هو مش موضوع قرار، هو موضوع ان امكانيات وميزانيه لموقع معين. يعني ما احنا عارفين مثلا منطقه الفيوم فيها اثار كتيره جدا، بس ما جاتش الوقت او المناسبه او الميزانيه اللي تسمح بده ان احنا نقدر نشتغل في المكان معين ده او ده او ده. بتيجي بعثه بتطلب انها تشتغل في المكان الفلاني، اثري معين عايز يشتغل في المكان ده، فبيعمل مشروع شغل وبيبعته لوزاره الاثار، بياخد ميزانيه وبيشتغل، ممكن الميزانيه تخلص فما يكملش شغل. ده بيبقى طبعا شيء سيء جدا طبعا، لان الحفايل لازم تشتغليها من فروم اي تو زد، يعني لازم تبقى كل تفاصيلها عندك، كل المقبره بكل عناصرها، لازم توصلي للصخره الام في المقبره، لازم تسجلي كل الموجود، لازم تعملي عمليه شغل ترميم كتير لده. يعني مش طبعا شغل كليل. مهم جدا، ما ينفعش ان انت تكشفي اثر وتسيبيه. واللي بيطلع بيروح فين؟ يعني الاثار اللي بتطلع دي مثلا سيدتوا اكتشفتوا المقابر دلوقتي اللي هي في الجيزه اللي في تمام. العياط، بتطلع بقى الحاجات دي تروح فين؟ كل الاثار المنقوله، يعني اللي هي التماثيل، القطع الصغيره من الاحجار، كل ده بيروح المخازن. يعني بتبتدي احنا ناخد منه كل ما هو نشتغل، يعني احنا بنشتغل مثلا شهر او شهرين، بنبتدي نعمل تصوير بطريقه علميه، لازم اسس معينه للتصوير الفوتوغرافي الاثري، بحيث ان انا الاثر كانه معايا في بيتي. بعد ما اوديه المخزن كل الاثار بتتغلف، بتترقم، بتاخد رقم حفائل وبتاخد رقم سجل في المخزن، وبتتحط في المخازن، يشتغلوا عليها بتوع الترميم اذا كان ده متاح. بعد كده يبقى انا عندي الداتا كلها عن طريق الصور وعن طريق الرسومات اقدر اشتغل عليها. وفي بعض الحاجات بتبقى موجوده لاغراض بحثيه، يعني مثلا زي المومياوات او الحاجات دي، هل بيتم عمل ابحاث عليها تستخدم في اغراض المومياوات بحث؟ فورا لازم تروح الاماكن، لان انا وانس ان انا خرجتها من بيئتها اللي موجوده فيها بقى لها 4000 سنه، ما ينفعش اسيبها في نفس المكان، لان بتودوها فين؟ جدد حاجات خلاص بقى في هواء، بقى في طبعا اكسجين، بقى في مكونات وعناصر مختلفه تماما عن البيئه اللي كانت موجوده فيها، فلازم تروح اماكن مخصصه ليها. الذهب مثلا لازم يطلع على المتحف المصري فورا، ما يفضلش في المخزن، في حاجات معينه يعني لازم تبقى موجوده في اماكن معينه، باقي الاثار بتبقى موجوده في المخازن. والمومياوات بتروح فين؟ يعني اللي هي في المخازن المتحفيه في المناطق كلها، في مناطق اماكن معدل ده بتكييف بدرجه في حراره معينه، بتبقى موجوده فيها كل ما هو عضوي، يعني موميا او عظم او نباتات او اكل، اي كل الحاجات اللي هي. واحنا عندنا يعني متطورين في المجال ده، عندنا حاجات بتحفظ ده ولا حاجات بتبوظ الى حد ما؟ طب لا يعني في دلوقتي الحقيقه يعني في مجهودات كويسه جدا، وفي مخازن مجهزه الى حد ما، معظم المناطق فيها بعثات اجنبيه، لو هو مش متوفر عند الاثر الموجود فبيلجا لزملائه الاجانب ان هو ياخد حاجه معينه، ماده معينه في الترميم. عندنا برضو مجال الترميم متطور جدا، ومرممين مهمين، وعندهم عندنا المواد الموجوده، فالى حد ما بنقدر بالامكانيات الموجوده نحافظ على ده. امتى مصر يا دكتور محمد تقدر تعتمد على نفسها كاملا في منطقه التنقيب والترميم والحاجات الخاصه؟ هو انا الحقيقه ضد الفكره دي، واحنا نعتمد على نفسنا في ده، يعني نشتغل احنا، انا كاثري، اصل احنا مصريين ودي المفروض تبقى لعبتنا، يعني احنا المفروض نصدر الثقافه، اوكي انا اشتغل، نصدر التكنولوجي بتاع الحاجات دي مش نستورده. جميل، انا اشتغل وهو يشتغل. ايوه ماشي. يعني هو الفكره ان انا حتى طول عمري في شغلي، انا مثلا لما رحت منطقه دهشور لقيت المعهد الالماني، منطقه الليشت اللي انا بتكلم عنها كان متحف المتروبوليتان واخد امتياز، يعني كلمه كونسيشن امتياز اتلغت من كل القواميس السياسيه موجوده عندنا في مجال الاثار، ياخد كونسيشن يشتغل في المنطقه دي من سنه 1920 حتى هذه اللحظه. انا كنت ضد ده، وجبت بعثه امريكيه اشتغلت، لان هي فكره قد تكون حضرتك عبقريه، بس لازم دماغ تانية اقل عبقريه من انك تشتغل في المكان عشان تقول حاجه جديده. مش لازم انت كويسه جدا، بس لازم حد غيرك يشتغل في ده. فهو ده فكرتي، المصري يشتغل والاجنبي يشتغل، وهو تبادل ثقافي، لانه في الاخر ثقافه ملك للعالم ملك كله. للعالم كله، ده تراث عالمي.
حلو رأي حضرتك جميل. أنا بشكرك جدا جدا حضرتك فتحت لنا نافذة جديدة النهاردة. يعني دايما بنتكلم على الآثار الجاهزة، احنا شايفين آثار هنا، ده تمثال كذا، ده تاريخه كذا، ده في عهد الدولة الكذا، لكن أول مرة نتكلم عن التنقيب عن الآثار، نعرف البروسيس إزاي، العملية بتتم إزاي، وقد إيه وراها جهد. زي ما انتوا شفتوا معانا في الفقره وفي الصور، وراها جهد كبير جدا وشغل شاق جدا، وكمان محتاج تنظيم كبير جدا علشان كل حاجه تتأيد وتتحط وتتحفظ بشكل سليم. دكتور محمد يوسف بشكرك جدا على وجود حضرتك معانا النهارده، ونهارك سعيد. ربنا يخليك، شكرا. نتمنى تكون فقراتنا النهارده عجبتكم. يومنا النهارده كان متنوع، كان عندنا مجموعه فقرات مختلفه ومتنوعه، اتكلمنا في موضوعات كتيره، لكن بكره اكيد يوم جديد وفقرات جديده وفريق عمل جديد. نهاركم سعيد.